دالة بنت سليمية بنت طه الحمداني أم محمد الميجري ولدي محمد مشى للسجن سريانة وقابل خوه قتلوا الدخية وقفوه هزوه المركز نتاع سريانة. كلمني الحاكم قال لي راه ولدك رانا شادين ما غير قطونايا بارك الله فيكم رانا مش نعدوه نهار للسبت ولا نهار الاثنين للمحكمة سريانة. نهار السبت ما كلمونيش مشيت للبوست خذيت النومري كلمتهم قال لي يا أختي نحن راهنا مازلنا مازال موقف نبحثوا فيه راهي حاجة خفيفة وماش نعدوه للمحكمة نهار الاثنين راهي مازالت كي روحت والأولاد جوني يجاروا قالوا راهو ولدك جابوه للطحالين وراهو يحوزوا فيه لجنة القرجان زوز واحد لابس سيفين واحد لابس كسة الحاكم وراهم شادين يضربوا فيه على راسه وعلى قفيه وبالصباط على كلاويه وعلى جنابه قال لي يا يما راهو ولدك راهو ميت قلت له جماعة سريانة ولدي قلت له الحاكم بالعصي ولدي هرب من السبيطار ولحقوا عليه جماعة اللي جابوه من سريانة عرضوا واحد ركب على ميطو كبير راهو كي شدوا حرط الروح قال له ماهي راني خايك راهم شدينه ضربوا على تحت ودنيه وضربوه فوق من عينيه وضربينه على كرشه معقد عهناته عقد كلاويه. انت ريتهم الضربات هذول؟ ريتهم جابوه ولدي من السبيطار ريتو مضروب تحت ودنيه وضربينه فوق من عينيه وضربينه تحت تضبوته تحت بزوله وضربينه عقد شكارة البول أزرق نيلة وكتفه كل زرقة ولدي ونحبكم حتى كان هكا نحب الدثة تطلع أنا نحب دم ولدي يعني به كل تونسي وكل بلاد نحب العالم بتاع تونس والزين يسمع بيها اللي هنا قلت له لا يا ولدي ودي مكتفوني يضربوا فيا أنا الهامر بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله الماجي ولدي محمد بن الهامر بن إبراهيم بن عبد الله الماجي مشى وليدي جاء غادر من طاليا مدة 15 يوم العيد بعد العيد بثلاثة أيام نهار الرابع نهار الخميس 18 قال لها هم بيت مركز قال لها هم طيب لي قفة مش نمشي نطلع على مهدي وخويا عندي 4 شهور ما طلتش عليه بيت مرقدش وليدي بيت مرقدش في الليل بيتي طلع بيتي ينوض يوم ونص الليل مسكينه ماضي ساعه نص الليل سيدي الاربع واش قعدت قلت له شويه مقلي وشويه ماكله وهزم في القفه قطع في التاكسي قال لامه هكا قلبه ماشي يعني بيع يعني ودعنا قال لهم هك نهار 19 في الحبس قابلوا خوي قابلوا هز القفة وقصوا الدخان وخرج كي خرج الحاكم ولا شنو يتبع فيه ثم امرأة قال لها خالتي مشيت معاها تزوج في ولدها غادي في ولدها مربوط في ولدها مربوط تزور فيه نحن ما نعرفوهاش تزور في ولدها مربوط قال لها خالتي لعل الحاكم هذا يشدني هو النومري باش تقبل يوم ما تهناها نحن للستة نحن كلمتنا المرأة قبل ما نطلب بينا الحبس طلبتني قالت لي لو حما متهن حما لو هو مجدود حما لو مجدود كذبت أنا طلبت في الليل طلبت البوسطة ما نعرفش النومري بتاع السجن طلبت البوسطة عطتني نومري السجن قالت لي شكون طالب انت قالت لي انا مرت المودي بتاع السجن قلت لها لو عندي وليد مش يزور في خوه لو ما روحش انا متحيري نعمي عليه لعل عمل لك سيدا لعل ابصرش بيه عمل لك سيدا ولا ابصرش بيه لان متحير عليه لو ما روحش قالت لي نسيف ساعة وطلبني لو راجلي مازال ما روحش من الخدمة انا ما عطانيش قلبي
زدت طلبت البوصة، عطتني عطتني الرقم نتاع نتاع الواحد نتاع المركز نتاع سليان. قال لي انت وش اسمك؟ قلت له نايف نايف الهامل بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله. ولدك وش اسمه؟ قلت له محمد بن هامل بن ابراهيم الماجد. اه قال لي يا مجدود عدنا صنط. قال لي يا مجدود عدنا وعليش؟ قال لي لا ما نقولش ليكم. نهار الجمعه هذا وقت طلبتونا، نهار السبت نعاود نطلبهم، نطلبهم ماضي نص نهار، هم ماضي ساعتين نتاع النهار، هو ميت انا. يقولوا او مج... او لو مازال لو مازال عدنا نهار الاثنين نعدوه، وهو ميت عندهم انا. لو نهار الاثنين نعدوه كان عندكم حاجه اجوا تو تقابلوا تو تقولوا تو تسمعوا، اجوا المركز هنا تو تسمعوا، وهو ميت انا. كي جابوه لي الميت دخلت انا حليت عليه، حليت عليه نلقاه مضروب من هنا بحذا وذنه بالضبط مضروب، ومضروب من هنا وليدي، ومن هنا على جنب حلوه لي. قلت لابد باش نشوف ولدي باش قلبي يبرد. وقت اللي ثم العباد قال لك يحكوا لنا، قال لك بعد ما تضرب مسكين نحن ما نعرفهمش، قال لك بعد ما تضرب مسكين قالوا تنجم تمشي على كرعيك ولا تنجم تمشي على ركايبك، تنجم تمشي على كرعيك ولا على ركايبك. قال لك فزوه قال لي مشى شويه على ركايب، قال لي ما عادش نجم نمشي، طاح ما عادش نجم نمشي. وقال لك ثم امراه مسكينه متعديه، قال جابت له دبوزه ماء شرباته وتعدت مسكينه، ما حبتش، هو مكتف بيديه مسلسل ما عنده كيفاش ما عنده. اي انا طالب السيد الرئيس نذكره وطالبه طلب شديد وباش يطلب لي حق ولدي ويطلب لي يشوف لي دم ولدي باش مات ويشوف لي كل شيء وشوف وتتعدى قدامه. نحب تتعدى قدام الرئيس، قدام قدام الرئيس نحب تتعدى قدام. انا نحب اتعدى قدام الرئيس وقت جايبين الشرطه هذه نتاع سليانه برا، حتى لو هرب من ايديهم، هرب من ايديهم يحكموا عليه حتى بخمسين سنه، ما تضربوش ضرب قتل، ما تضربوش قتل. لو الرئيس ثم هنا الرئيس قال لك ما تحكمش، احكم عليه حتى بخمسين سنه 100 سنه لازم باش يطلع ويروح هذاك 100 سنه، ما تضربوش ضرب قتل. هما ضربوه وقت ضربوه ضربوه قتلوه هنا، قتلوه هنا. شكون قتلوه؟ قتلوا الحاكم، قتلوه السلطه نتاع سليانه قتلوه. وقت هارب هو هابط، خبطوا عليه بالضبط، ركبوا المسمار ضربوا طلعوا على المدريات هذوك من الزوز، زادوا ضربوه الواحد والمدريات طاح راسه على المدري. تفهم فيا؟ من بعد الفوق في جنينه جات معلومات اخرى قال لك تكتلوا عليه في جنينه غادي ضربوه، فهمتي غادي فهمتي، ومات السيد. الله يرحم ولدي. هذاك اخويا اللي صار ونورمال وراه فهمتي ربي سبحانه يتكلم بالحق. شوف اخويا اسمعني، هي كلمه حق تلقاها. الضربه اللي صارت له خويا هذيك غلط، انت شديته خويا طلع فهمتي كمل به المهمه نتاعو. لكن خويا فهمتي العباد تحكي قال لك في جنينه خويا وين هزوه من غادي في جنينه، العباد تحكي قال لك اخويا شيخو فيه ضرب.